السلام عليكم، أنا الدكتور محمد الطوالة من السعودية. أنا تخصصي قسطرة وأشعة داخلية. تخصصي يعنى بعلاج أمراض الشرايين. نعمل على فتح الاستدادات والتضييقات بتقنيات كثيرة تجنب الجراحة. من المعلوم أن لدى الكثير من مرضى السكر استدادات وتضييقات بالشرايين الساق، مما قد يؤدي إلى الجروح وعدم شفائها والغرغرينة، وبالتالي بتر الأطراف، بتر الساق وبتر الأقدام. باستخدام القسطرة يمكن تجنب أو الحد الكبير من البتر، وذلك بفتح الشرايين بإجراءات بسيطة وسهلة، وكثير منها لا يستدعي أيضا تنويم داخل المستشفى. كيف نعمل الأمور هذه؟ يتم تقييم المريض وتقييم الدورة الدموية وتروية الدم، ومن ثم يقوم أخصائي القسطرة بعمل إبرة صغيرة بالفخذ لا تتعدى بضعة مليمترات. الإجراء بسيط، قد يأخذ ساعة إلى ساعتين، ولكن بعدها يذهب المريض للبيت بعد 4 أو 5 ساعات إلى البيت، ويتم إعادة التروية للقدم وشفاء الجروح بإذن الله، مع اتباع الغيار اللازم وتجنب استخدام الأعشاب أو الطب الشعبي أو الغيار لدى غير المختص. في أمريكا والغرب تم تجنب البتر بنسبة كبيرة باستخدام تقنيات القسطرة.